تحيات ليكم آه آه يعني عذرا آه بقى على نتائج المونديال بالنسبه للفرق العربيه وخروجها خروج آه مبكر يعني على الاقل هم يوفروا في المصاريف يعني آه آه انا بحاول بقى طبعا زي ما انتم شايفين ان القناه يحصل فيها نوع من التجديد من ناحيه الشكل ومن ناحيه الصوت فأتمنى أن يكون الصوت واضح ويريد تكتبوا لي إذا كان الصوت واضح والصورة واضحة وفي بس يعني الرواق النهاردة هو الرواق رقم 11 وهننتقل لموضوع آخر بعد الأروقة العشرة اللي كان محورهم هو الكلام عن القرآن وهنرجع للكلام عن القرآن تاني في مرات قادمة علشان نتكلم على اه توتر المصحف وتوتر القرآن في جوانب أخرى بس في سؤال اه اه أنا عايز أتعرض له في الرواق ده وهو اه السؤال الخاص ب اه اه مظاهر العنف ومظاهر الادل 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 الإرهاب الظاهرة على الساحة بتاعتنا في بلاد غالبية سكانها من المسلمين آه ليه؟ وهنا لما أقول ليه أنا مش هتعامل مع الجوانب اللي هي العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لإن في كتب معمولة أو في دراسات معمولة عن الجانب ده يعني آه مسألة آه وجود عوامل سياسية وعوامل اجتماعية وعوامل اقتصادية للعنف ومصدر له في مجتمعاتنا وخصوصا المجتمعات اللي بيسكنها غالبية من العرب المسلمين آه في دراسات كثيرة عن هذا الموضوع هنشير إلى بعض جوانبها يعني على الجانب لكن أنا مهتم بالبذور والجذور الفكرية آه الجوانب المعرفية والجوانب الثقافية والجوانب الفكرية المنتجة للعنف ده مش تقليل من الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكن محتاجين نهتم بالجانب المعرفي أيضا المنتج للعنف طيب والسؤال هنا هو ليه ليه العنف ظاهر في بلاد يعني يعني معظم عمليات العنف إذا استثنينا بعض الجوانب يعني هتلاقيها مصدرها ومنتجها هو عرب شباب عرب خلال النص قرن الاخير في عمليات ارهابيه طيب ليه؟ في اكثر من مليار ونص مسلم على مستوى العالم وفي طيب هل ممكن يكون ده ناتج ل انه حاجة في طبيعة العرب يعني هذه افكار بتتقال على يعني العرب بذاتهم بطبيعتهم كذا وكذا وكذا ودي طبعا نظرات اللي هي ايه بتستسهل الامر وتغسل ايديها من الموضوع إن احنا يعني بسهولة جدا كده نغسل ايدينا من الموضوع التفسير بانه آه العرب هي دي طبيعتهم وهم ناس ارهابيين وان هم عقليتهم كذا واحنا شفنا حتى يعني ناس بتعمل تعمل دراسات عن العقل العربي يعني وكان في صفات مستقره ثابته جينيه في هؤلاء الشعوب. الجانب الثاني هل ده مرتبط بكونهم مسلمين اصلا؟ يعني ان يبقى مصدر العنف جاي من كونهم مسلمين وانه الاسلام في التصور العام هو مصدر هذا العنف في اتجاه بيفسر هذا الكلام ان العنف موجود من تراث المسلمين ويرجعوا مثلا لعندنا عندنا ناس يقول لك ابن تيميه ابن تيميه بتعاليمه وافكاره واجتهاداته اللي حطها في القرن السابع والقرن الثامن الهجري اللي هو ال 13 وال 14 الميلادي يعني وانه السبب ده وتلاقي تلاقي مفكرين كبار يعني يقول لك مثلا هي مشكلتنا ان احنا ابن تيميه هو اللي ساد وان ابن رشد تم تهميشه وان ابن رشد قد بنت اوروبا حضارتها على كتاباته وعلينا ان نستبدل بابن تيميه نستبدل به ابن رشد وهو ده اللي هيحدد هو ده الافضل يعني ناس تانية بتجعل انه لا المشكلة مش في ابن تيمية لوحده ده المشكلة في كل التراث بتاع المذاهب بتاع المسلمين في الفقه وفي العقيدة من بعد من اول الفتنة الكبرى وانت جاي لانه دخل على افكار المسلمين تلوثت ب افكار بقى جايه من اليونان، وافكار جايه من الهند، وافكار جايه من الـ الـ الافكار الفارسيه القديمه، والى وان قد انحرف الاسلام عن اصوله تجاه بيبرر بي بي الامر بهذا يعني انه الاسلام قد انحرف عن مساره النقي من اول الفتنه الكبرى. وانه الاسلام هو موجود لحظه الوحده عند المسلمين موجوده في فتره الوحي بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام 23 سنه او 22 سنه ونص وفتره حكم ابو بكر الصديق وفتره حكم عمر بن الخطاب وبعد ذلك انحرف المسلمون وزاد الاستبداد والحكم العدود يعني ده ناس بتغسل برضو ايديها بسهوله جدا عشان يغسل ايديه من كل بقى ايه؟ المذاهب الفقهيه والمذاهب الكلاميه ونغسل ايدينا بقى من سنه وشيعه ونغسل ايدينا من من فقه امامي وفقه اباضي وفقه مالكي وشافعي وحنبلي وحنفي ويرجع هو بقى ايه؟ انه احنا عايزين نرجع للبذره الاصل اللي هي بيعود بقى منه مباشره ويغسل ايديه كمان من السنه يعني والاحاديث والمرويات بتاعتها ده برضو حل يعني الحقيقه او تفسير بيسهل الامور عايز يعمل رصاصه يحل بها الاشكال كله يعني وده نوع من ال... انا مش هخش في الجدل ده انا هبتدي من نقطه اساسيه وهي ان احنا بنتصور ان الماضي هناك في مكان ما وفي زمان ما واحنا هنقدر نرجع له ونمسك به ونقول هو ده الماضي بنستعيده الماضي عبارة عن صورة يرسمها الأحياء الحاضرون عن الماضي يعني آه صورة مرسومة صورة مرسومة بيشكلها الواقع بتاعنا أكتر ما بيشكلها الناس اللي ماتوا زمان يعني أنت لو خدت مثلا صورة, صورة ابن تيمية ذاته أو صورة الشافعي الشافعي اللي عاش اتولد 150 هجري ومات 204 هجري ده مات. مات من قرون. لكن الشافعي ده يعاد انتاج صوره عنه معاصره. الصوره ديت بتختار الصوره ديت بتنتقي الصوره ديت بتبرز جوانب وتهمش وتخفي جوانب اخرى. يبقى ما فيش تطابق ما بين صوره الشافعي اللي يعاد انتاجها دلوقتي داخل الازهر او صورة ابن تيمية اللي بيعاد انتاجها دلوقتي في السعودية وبين ابن تيمية ذاته ده صورة مرسومة بيأثر فيها ايه؟ يأثر فيها مين اللي بيتكلم طيب هل التراث برضو ايضا كده في الماضي واحنا هنمسك بيه يعني انت لو مسكت مثلا مخطوطة لكتاب الرسالة للشافعي انت كده رجعت للمخطوطة الكلام اللي قاله الشافعي ده انت هتجد يعني هقول بعض النماذج اللي هي البسيطه لما يجي مثلا الشيخ احمد شاكر او محمود شاكر هيحقق كتاب الطبري تفسير الطبري شوف انا بقول ايه؟ تفسير الطبري يبقى اول حاجه في الاسم الاسم بتاع الكتاب جامع البيان في تاويل اي القران مثلا كان بيستخدم كلمه تاويل ما كانش بيستخدم كلمه تفسير لكن كلمه تفسير اصبحت هي السائده الان وكلمه تاويل مشب... مشوهه لانها بتشير الى جذب النص الى معاني باطنيه او الى معاني فرديه او او, أو. فمن اول وضع العنوان بتاع الكتاب يعاد تشكيله انه انت عندك مخطوطات مثلا 10 15 مخطوطه بينهم اختلافات ما هو المحقق اللي بيروح يعمل ايه بيجيب مخطوطات مختلفه للكتاب ويقارن ما بينها ويعمل اختيار طب ما انت ليه اخترت الـ 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 الروايه اللي في المخطوطه ديت على الروايه اللي في المخطوطه الثانيه النقطه النقطه الثالثه انت بتحول ما هو مخطوط بخط اليد الى نص ايه معمول بالمكنه مكتوب بالحروف الحديثه على حسب قواعد الاملاء الحديث على حسب قواعد التنقيط الحديث يعني القدماء مثلا لما كانوا يكتبوا تلاقي المخطوطه ما كانش فيها نقاط وكان لما حد مثلا يضع نقاط على على الشيء يعني ده معناها يعني تقليل من اللي هيقرا لان اللي يقرا ده المفروض يقدر يعرفها من غير ما يعرف قواعد الايه؟ التنقيط والتشكيل وكده. ان هم ما كانش عندهم فاصلة ونقطة وعشان تبتدي الجملة فين وتنتهي فين. و... ده بالعكس بقى أكتر من كده. الشيخ أحمد شاكر الله يرحمه لما كان بيحقق مثلا كتاب المحلى لابن حزم. فكان يجي مثلا الكاتب أو المخطوطة فيها ذكر لحديث عن البخاري فيروح الشيخ احمد شاكر يعمل ايه يجيب نص الحديث من نسخه البخاري الحاليه ويضعه طيب هو الشيخ احمد شاكر هو انت كنت شفت ان المؤلف بتاع الكتاب اطلع على النسخه اللي بني عليها تفسير البخاري دلوقتي صحيح البخاري دلوقتي هو ممكن الروايه اللي هو بيعتمد عليها كانت في نسخه اخرى في مخطوطه اخرى لم تصل الينا مثلا. وهكذا. قيس بقى على كده في كل عمليات تحقيق التراث التي تمت خلال القرن ونص الماضية سواء قام بيها مستشرقين أو تلامذتهم من العرب والمسلمين أو بعد كده بقى في النص القرن الأخير اللي هم السلفيين اللي بيحققوا مخطوطات إذا التراث حتى في الجانب المادي العيني يعاد تشكيله طول الوقت. تفسير الطبري ده الطبري كان يذكر يذكر مثلا آيات القرآن فيذكرها مكتوبة بطريقة بطريقة معينة. لما يجي حد دلوقتي يستخدم بقى ويعمل نسخة من تفسير الطبري هيكتبها بإيه؟ هيكتبها بشكل المصحف الحالي. برواية حفص عن عاصم. لإن ده أصبح هو الإيه؟ السائد هو المسائل. طيب هو الشافعي هو, هو الطبري وهو بيكتب كان بيكتب بقراءة حفص عن عاصم؟ أو كان بيكتب بقراءة ثانية. وكان في 22 قراءة على الأقل كانوا موجودين في في كتاب الطبري. يبقى أنت لما تيجي تجيب بقى دلوقتي أي واحد بيجي يكتب آية من الآيات المصحف يروح يجيب آه نص الآية من حاجة على الإنترنت ويطبعها وينقلها منقوله كده بالتعريف والتشكيل ده كله ابن ابن المطبعه ابن مصحف القاهره سنه 1924 اذا ارجع تاني علشان انا تفرعت عنها انه الماضي ليس في مكان ما وفي زمان ما واحنا هنروح نمسك بيه التراث ليس في مكان ما وزمان ما واحنا هنمسك بيه انت دايما خدها كده يعني الجماعة بتوع علماء النفس يتكلم على ايه ان انت كل ما يكون عندك ذاكرة عن شيء كل مرة بتحاول ان تتذكر هذا الحدث انت تعيد تشكيله يعني كل مرة الذاكرة والوعي بيروح يجيب بقى من على الرف حدث ما سابق ويحاول يستعيده يعيد تشكيله إذا الماضي صورة نحن نرسمها الآن وهي متأثرة وبنت صراعات الواقع. التراث صورة نحن نرسمها الآن ومتأثرة بصراعاتنا في الواقع. لذلك دلوقتي ابن تيمية بعد اللي بيحصل في السعودية اللي بيعمله ولي العهد يعاد رسم صورة ابن تيمية مرة أخرى ومولانا الأكبر محمد عمارة هيعيد رسم صورة ابن تيمية ابن تيمية بقى اللي الوهابية اختصرته في جانب معين هيعاد رسمه خلال السنين القادمة دي وشفنا طبعا جهود مولانا يوسف زيدان برضو في إعادة رسم صورة ابن تيمية لأن الصورة ما هياش إيه منفصلة عننا وعن صراعاتنا في الواقع كذلك صورة ابن تيمية التي أعاد أعيد إنتاجها في نهاية القرن ال19 وبداية القرن العشرين 20 أو سورة ابن تيمية التي يعيد إنتاجها في القرن ال18 من محمد بن عبد الوهاب ذاته أو من شاه ولي الله الدهلوي في الهند أو نقول مثلا في بلد زي مصر من محمد رشيد رضا في بداية القرن ال20 من خلال مجلة المنار إذا الماضي والتراث مش منفصل عنا احنا بنعيد تشكيله طول الوقت هو ابن لحظة صراعات الواقع اللي احنا فيه اه طيب ايه علاقة ده بقى بالعنف ومصادره ومواجهه ومواجهته يعني والارهاب و و انا مش هرجع بقى لابن تيميه ولا هرجع لابن رشد ولا هرجع لابو الحسن الاشعري ولا الشافعي ولا هرجع للفتنه الكبرى ولا هرجع لمصر القديمه التي علمت العالم في مصر القديمه ولا حضاره بابل واشور والفينيقيين. و... انا هرجع للحظتنا المعاصره اللي انا بعتبرها هي نقطه البدايه. عمليه التحديث. المواجهه التي يعيش فيها غالبيه العرب والمسلمين في مواجهه الخطر الغربي خلال القرنين الماضي لانه الهجمه الغربيه على العالم العربي بلاش العالم العربي على تجمعات العرب واللي موجودين ديت مع بدايه مثلا نقول من الحمله الفرنسيه على مصر فرضت تصور وفرضت تحدي معين على العقول دي وما زالت هذه التجربة هي اللي سائدة وهي اللي بتأثر في كيف نرى ازاي. وهذه التجربة مختلفة عن تجربة حروب الفرنجة اللي هي بتسمى الحروب الصليبية. في القرن ال11 والقرن ال12 الميلادي السابع والثامن الهجري. انه الحروب الفرنجه كانت بتمثل تحدي عسكري فتم مواجهتها عسكريا لكنها ما كانتش بتمثل تحدي حضاري قوي ولا تحدي ثقافي قوي لذلك باندحار الهجمات والحملات خلصنا من الموضوع ثقافيا الهجمه الغربيه المعاصره والحديثه لا تمثل فقط تحدي عسكري ده بتمثل تحدي معرفي وتحدي حضاري وتحدي علمي وتغيرات في المجتمع لم تشهدها المجتمعات بتاعتنا من قبل. اذا في جانب حضاري ومعرفي وثقافي موازي يسير على الشريط الاخر مع التحدي العسكري. من هنا كان تصورنا بقى في هذا الصدام اللي حصل مع حمله نابليون على مصر وعلى الشام انه التحدي هنا ما بقاش تحدي عسكري بس ده هنا اصبح الغرب هو العدو هو الغازي هو المحتل الذي يجب ان نقاومه وان نواجهه ادا وجه من وجوه العمله بس الوجه الاخر منه هو ايه هو النموذج والمثال اللي احنا عايزين نتعلم منه وننقل عنه عايزين نجيب بنادق زي البنادق بتاعته عايزين نجيب مدافع زي البنادق زي المدافع بتاعته عايزين نعمل بوارج زي البوارج بتاعته عشان نقدر ايه بما بمن كانت هي الداء نقدر نواجه الحداثه بال بالحداثة اذا هو في جانب ازدواجيه بقى للنظر للغرب ان هو العدو وفي نفس الوقت هو الايه النموذج والمثال والمعلم اللي احنا ننقل عنه الازدواجيه في النظر للغرب خلقت ازدواجيه في النظره للماضي والنظره للتراث والنظره للاسلاف. ازاي؟ ان الماضي هيكون هو الرصيد الحضاري اللي احنا نرجع ليه علشان ناخد منه عوامل فخر ومقاومه نقاوم بيها ايه؟ الغزو وحاله الضعف اللي احنا بنواجهها. فإذا كان الأوروبيين بقى عملوا دساتير طيب ما احنا عندنا وثيقة المدينة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة والمسلمين أنصار ومهاجرين مع اليهود يبقى نتعالى بها ان ده اول دستور مكتوب في العالم اهو يبقى احنا لما نيجي بقى نتكلم على الدستور عند الاوروبيين ما بضاعتنا ردت الينا وما يسالش وما يسالش الدكتور محمد عماره وهو بيعمل هذا الادعاء ما يسالش نفسه ازاي بتختلف وثيقه المدينه عن الاحلاف الذي تمت التي تمت بين العرب قبل الاسلام حتى وقبل ظهوره زي حلف الفضول وحلف الاحلاف الاحلاف اللي كان بيتوافق بي مع قبائل العربية على مبادئ معينه والرسول روايه بتروي عنه هو لو كان موجودا لكان شارك في حلف كيت وكيت وكيت. يعني الدكتور محمد عماره مش مشغول بانه يفهم الماضي ويستوعبه ويكون معرفه عنه ده هو مشغول بايه؟ كيف ناتي بسلاح من الماضي يساعدنا في المواجهه؟ كيف ناتي بـ 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 بخنجر من عند القدماء يساعدنا في المواجهة فمن هنا يبقى وثيقة المدينة هي ايه؟ أول دستور مكتوب يبقى احنا لما نيجي بقى نجيب الدساتير ده احنا بناخد بضاعتنا التي ردت إلينا يعني. طب هل ده خاص بس بالجماعة المتدينين؟ شوف مولانا الأكبر أنا طبعا هذكر أسماء وناس بتزعل لأن كل واحد بيبقى متعصب لشخص فبيقعد يدافع عنه. أنا ما بتعاملش مع الأشخاص أنا بقدر كل الناس لكن لازم نتعامل, نتعامل تعامل نقد. آه الامام الاكبر آه آه شيخنا مراد وهب ان مراد وهبه تفسيره للي حصل هي المشكله ان ابن تيميه هو اللي ساد وابن رشد تم تهميشه ولو احنا رجعنا واستعدنا ابن رشد هيصلح كل الامر وابن رشد قامت عليه حركه الرشديه الجديده في اوروبا وهو الذي قامت عليه النهضه في اوروبا ده كلام جميل قوي قوي بس لما نحطه تحت التحليل كده هل ده بيختلف كثيرا عن اللي راح يجيب ابن تيميه ولا راح يجيب ابو الحسن الأشعري ولا راح يجيب آآ آآ ابن حزم لما تقول النهضه الاوروبيه الحديثه حصلت على شغل ابن رشد ده احنا بنتعالى بالماضي بتاعنا برضو عشان نعمل ايه وشفنا بقى استاذنا الاكبر طه حسين وان هو يعمل آآ مراكز علميه موجوده في اسبانيا وفي ايطاليا وكده على اساس ان احنا ايه؟ الاندلس ارضنا اهي. حضارتنا سبع ثمان قرون كنا بن... بنربي ونعلم في وننشر المعرفه هناك يعني. بس السؤال اللي انا هساله للدكتور مراد وهبه انه ال... 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 الحضاره الغربيه الحديثه قامت على نقد منطق ارسطو وهدم التصورات اللي رسمها وسادت عن العالم وعن الوجود من افكار ارسطو خلال 2000 سنه اذا ال, ال... 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 النهضة الأوروبية قامت على نقد المنطق السوري القديم والانتقال من منطق سوري إلى المنطق التجريبي و... يبقى قايمة على نقد أرسطو يبقى نقول إن ابن رشد اللي هو الشارح الأكبر لأرسطو هو اللي اتبنت عليه الحضارة دي اه ممكن آه ابن رشد والمدرسه الرجالة القديمه ساهمت في عمليه الاصلاح الديني في عمليه التاويل وفهمه وكده لكن البنى الاساسيه اللي قامت على نقد التصورات آه نقد التصورات التقليديه وتصورات الوجود والكون والعالم اللي هي اتبنى عليها ارسطو وتبنتها الكنيسه وظلت قرون طويله ان الارض مثلا هي مركز الكون وانه الافكار بقى الجديده اللي قامت دي قامت على نقد ده يبقى انا اروح بقى دلوقتي اقول ايه بقى؟ ده انا اروح استعيد ابن رشد مش معناها ان ابن رشد ليس له مقاله ممكن ان نستفيد منها الان. لكن اللي انا بقوله ان موقف الاستعانه بابن رشد زي ايه؟ اللي رايح يدور في الماضي على اداه وسيله يتعالى بها على حاله الضعف اللي هو بيعيشها. ده ما بيختلفش عن اللي رايح عايز بقى يواجه الحنبليه ويواجه الوهابيه ويواجه الاشعريه في الازهر المذهب الاشعري بانه هو يروح يستدعي المعتزل واستاذنا الكبير جدا ربنا يديله الصحه حسن حنفي ومدرسته قايمه على ايه ازاي ان احنا نجيب التصورات المعتزليه في التوحيد والعدل ونواجه بيها حاله الايه المذهب الاشعري واللي بيؤدي اليه طيب هو ونتكلم بقى على ان المعتزله هم الناس اللي كلموا عن حريه الاراده والمعتزله هم والتراث الفلسفي بتاع ابن رشد والمعتزله هو اللي ممكن نبني عليه حضاره تتوافق وتتماشى مع حضاره اوروبا هو كلام جميل جدا بس السؤال اللي انا هساله لمولانا حسن حنفي ولمدرسته هو المعتزله كانوا بيتكلموا عن حريه الاراده الانسانيه بالمعنى اللي احنا بنتناوله الان على على الحريه. هل المعتزله كانوا بيتكلموا عن حريه الاراده الانسانيه ولا كانوا بيتكلموا عن خلق الانسان للفعل. وان الحريه بالمعنى السياسي والاجتماعي والاقتصادي ده مفهوم حديث ابن القرنين ثلاثه الاخرانيين حتى عند الغربيين. ده مش عيب ان المعتزله ما يكونش عندهم كده لان هو ايه؟ هم ابناء عصرهم. لكن العيب ان احنا بندور على ايه؟ بندور على سلاح من الماضي نواجه به حالة الضعف بتاعتنا إذا أنا أديت أمثلة كتيرة لكن الفكرة هي إيه إن إحنا بنرجع للماضي لنحتمي به وكل واحد والفرق بين واحد والتاني هو أنت هترجع لأي حتة فعند المسلم هيرجع لعدل أبو بكر وعمر وعمر بن عبد العزيز عشان ما 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 يعملوش يعني الدوله الامويه بره الموضوع. القبطي المصري هيرجع ليه؟ مصر القديمه التي علمت العالم. وكانت هي النور قبل البشريه وكانت هي اول دوله المسيح اللبناني هيرجع للفينيقيين. العراقي اللي هو عايز يخرج من اطار الصراعات الدينيه بين سنه وشيعه هيرجع بقى لايه؟ للجذور الاشوريه وهنرجع لبابل وهنرجع ل ونتعالى بقى يعني ده كل ده التعالي عشان ايه؟ وطبعا انتوا المباراه القادمه ان شاء الله بين مصر والسعوديه هتجدوا بقى الايه؟ التنابز بالالقاب بقى والصراع ما بين اهل الاوديه واهل الصحراء وكل واحد بيتكلم عن الجدر والاصل والفرع والحاجات دي كلها. كل ده عندنا ثقب عندنا خرم اسف في اللفظ يعني جوانا بنحاول نملاه بالاحتماء بالماضي. طيب هو كده احنا بنرجع للماضي ده كل واحد بيرسم صورة للإيه للماضي يجعلها تقول لأنه بينتقي زي ما أنا ضربت المثل بتاع الدكتور محمد عمارة يجعل وثيقة المدينة إنها إيه أول دستور مكتوب يبقى كده المسلمين أول ناس عملوا دستور مكتوب والنبي ويبقى كل ده يبقى احنا كده بنتعالى بقى اللي هو التعالي اللي مستمر حتى الآن إنه هو الإعجاز العلمي في القرآن الكريم يعني إيه؟ أنتوا بقى الأوروبيين جبتوا إيه حد راح اكتشف النظريه بتاع والدكتور زغلول النجار راح طلعها لنا من القران ده عندنا من 1400 سنه أو. الموقف ده موقف حمائي يبقى بنست... بنستعين بالماضي لكي نحتمي به ونتعالى به في مواجهه الايه حاله الضعف والهوان اللي احنا بنعيشها في مواجهه مع الاخر الجانب الاخر من الـ 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 الامر الثنائية بقى في التعامل مع الماضي الجانب الآخر بقى اللي هو بيجعل ايه؟ إن كل بلاوينا وكل مشاكلنا جاية منين؟ من الماضي ومن التراث ومن التقاليد ومن وعلينا أن نقطع معها قطعاً بالسيف. إحنا في دلوقتي حضارة معاصرة حديثة بنت العصر الحديث إحنا علينا إن إحنا نايه؟ ناكل زي ما بياكل الاوروبيين ونشرب زي ما بيشرب الاوروبيين لان هو مش احنا بنقلد الاوروبيين لا لا سمح الله ده احنا بنعمل ايه؟ احنا بناخد اخر ما وصلت اليه الانسانيه ان في انسانيه مشتركه وكلها بتبني على بعض والحضاره دلوقتي مش حضاره غربيه لا ده هي حضاره ايه؟ حضاره انسانيه بس هو الغربيين شالوا الرايه دلوقتي يبقى انا بقى لما اروح اتكلم على المتنبي ولا اتكلم على ابن حزم ولا اتكلم على الشافعي ده كلام فارغ انت هتضيع وقتك في الكلام ده. من هنا التصور اللي بيتقال عن القطيعه المعرفيه بالمعنى ده. القطيعه المعرفيه اللي هو ايه؟ ان التراث هو سبب كل مشاكلنا وعلينا ان احنا نعمل ايه؟ نسيبنا منه ونغسل ايدينا منه ونخش في العصر الحديث. تجد خطاب زي ده مثلا خطاب خالد منتصر في كلامه على العلم والعلمانيه والتنوير وهذه الامور يعني انا مش هفصل في النماذج بالتفصيل في كل ده بس هقول بقى الحاجه المرتبطه هنا ايه الرابط اللي بيربط بين وهختم بيه علشان يعني ما اطولش كتير عشان الفيديو يبقى قصير يعني عشان الناس اللي عندها باقه انه الحاجة المشتركة ما بين نظرتنا للماضي، الازدواجية في نظرتنا للماضي بتاعنا كونه إن هو حل زي الإسلام هو الحل أو التراث هو الحل أو من العقيدة إلى الثورة أو من التراث إلى الثورة وكونه هو سبب كل المشاكل على أساس إن إيه التقاليد والجمود والتخلف والعادات والحاجات دي كلها والمرويات والسلفية هي الجانب الآخر نظرتنا للغرب على أنه هو إيه العدو المطلق والشر الذي يجب ان نواجهه وايه ما يجيش من الغرب الا ما يعني ما يسر القلب يبقى الغزو الثقافي ويبقى التحدي ويبقى هو المؤامره ويبقى هو كل الكلام ده كله وفي جانب اخر هو الايه النموذج والمثال والمعلم اللي احنا عايزين ننقل عنه الجانب المشترك ما بين الازدواجيه هنا في النظره للغرب والازدواجيه في النظر للماضي هي اللا تاريخيه اللا تاريخية يعني إيه؟ يعني كل واحد بيجتزئ وياخد فتافيت ويجمعها مع بعض علشان يجعل الماضي هو كذا ويقول كذا أو يجعل الغرب هو كيت ومش يقول كيت أنا ضربت أمثلة عن الماضي واستخدام النفع له هضرب مثال أو اتنين على الغرب واستخدام النفع له آه إن إحنا نقول مثلاً إنه آه آه الغرب ده هو الحداثة وهو النموذج وعلينا ان نروح ننقل عنه يبقى لما لما يجي حد بقى من الجماعه بتوع التحديث وبتاع التنوير وبتوع العلمانيه وكده يتكلم عن الغرب بهذه الصوره يعمل ايه بقى؟ هو بيكلمك عن الغرب وعن اوروبا عصر الانوار. ويغمض العين على ان الاستعمار ما هو نتاج برضو أوروبا الحديثة دي إن العبودية والتجارة في العبيد واستخدامهم ونقلهم من أفريقيا إلى العالم الجديد سواء في أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية واستخدامهم كسلعة تباع وتشترى لبناء المجد الصناعي عليها ما هو ابن الحضارة الأوروبية دي انه يبقى مثلا النازيه في القرن العشرين والفاشيه في ايطاليا في القرن العشرين ما هي بنت ال... يبقى إذن لما بنتعامل مع الغرب بدون نظره تاريخيه، تاريخيه يعني ايه؟ يعني نفهمه في سياقه في زمنه تقدر تعرف اه في جوانب من الفكر الغربي هي جوانب بتغذي ما هو انساني مشترك ما بين الانسانيه لكن في جوانب قائمة على ما هو إيه؟ ابن البيئة والطبيعة وال... والوقت الغربي وصراعاته الغربية لكن أنت لما تحوله إلى مطلق خارج بقى عن الزمان والمكان لما تحول إلى مطلق خارج عن الزمان والمكان يبقى عبارة عن إيه؟ يا إما هو الخير المطلق النموذج والمثال اللي احنا عايزين ننقل عنه ونمشي وراه وحزوة كالنعل بالنعل أو هو الشر المطلق هو العدو والخطر وال... وهكذا إذا الجانب المشترك ما بين الموقفين هو ايه؟ أننا نظرنا لماضينا ولتراثنا نظرة لا تاريخية لا تدع الظواهر في سياقاتها لا تدع الظواهر في دراستها متصلة بوقتها وبزمنها وإيه العوامل المؤثرة فيها؟ فيبقى الماضي هو النموذج وهو المثال وهو إيه بقى؟ آه الإسلام هو الحل ومن العقيدة إلى الثورة ومن التراث الى الثوره. ويبقى برضه من الناحيه الثانيه عند عند حد تاني ده التراث ده والماضي ده والاسلاف دولت هم سبب كل مشاكلنا وكل بلاوينا وان هم افكارهم ديت لابد وان نقضي عليها قضاء مبرما ونمسك البخاري زي ما بيعمل اخونا اسلام بحيري بان هو ايه؟ اقول برضه مثل علشان الناس تفهم وجهه نظر يعني بمثل محدد. انه يجي مثلا جعل هو ان الحضاره المعاصره والانسانيه وما وصلت اليه هو المعيار هو القيمه ويقيس الماضي بتاعه ايه طبقا عليه فاذا كان دلوقتي زواج راجل من بنت عندها تسع سنين ده شيء ايه مجرم ومحرم ويعني لا يتناسب مع الحضاره الحديثه وكده فلما يجي البخاري يجي يورد روايه على انه النبي تزوج السيدة عائشة وهي بنت تسع ودخل بها بين بنت حداشر عش... أه... سنة عند إسلام بحيري ده طبعا لا يتفق لا يتفق مع الإيه؟ مع الحضارة وال... وإحنا عندنا الإسلام ده نقي والإسلام طاهر والإسلام نموذج متعالي يبقى المشكلة فين في مين هنا؟ عند إسلام بحيري يبقى المشكلة في البخاري هو البخاري هو اللي كذاب وبيكذب على النبي يبقى المشكله في الروايات دي ما يسالش نفسه طيب هل ممارسه ان زواج بنت وهي في سن 9 سنين او 11 سنه كانت موجوده وممارسه في الثقافه ولا لا ما يسالش نفسه السؤال ده ويسعى بقى ان هو يدور بقى على روايات علشان يوفق ما بينها علشان يصل ايه لا ده هو النبي تزوجها وهي كان عندها سن من سن 17 لسن 18 هنا المقياس والمعيار هو ايه؟ ما وصلت اليه الحضاره والبشريه والانسانيه دلوقتي هي القيمه. والتراث ينطق بهذه القيمه. طب انت يا حاج اسلام لو حلتها بالنسبه للنبي والنبي النبي عمل كده. طب وبقيه الصحابه اللي هم اتجوزوا بقى بنات عندها تسع سنين و10 سنين هتعمل فيها ايه؟ طيب انت لو رجعت بقى ل ل ل لاستاذتنا اللي بتتكلم كلها كل وقتها على حقوق المراه نوال السعداوي. هتجد في ذكرياتها بتتكلم على ان بنت قريبه ليها مش فاكر بنت خالتها ولا بنت عمها اتجوزت وهي عندها 12 سنه، وهي نوال ذاتها كان هيجوزها وهي عندها 10 سنين. ده احنا بنتكلم بقى فين؟ في مصر في الربع الاول من القرن العشرين في بلد عندها تعليم 100 سنه قبل كده. ليه في الريف؟ لولا موضوع ان بقى في شهاده ميلاد وفي مش عارف ايه والكلام ده كله الممارسات ديت زواج ان حد يتجوز والبت تعقد عليها لفلان الفلان وهي عندها تسع سنين ده الممارسات دي بتتم حتى الان بتتم عند المهاجرين المسلمين بتوع بورما اللي هربانين وبيهاجروا مثلا في في اندونيسيا نتيجه لمواجهه الواقع المرير اللي بيبقى المهاجر ان يبقى عنده بنات ومش قادر يصرف عليه هنا اللي انا بحكي المثل ده كله ليه هنا التاريخ ملغي بنلغي التاريخ وانت بتحول شخصية النبي عليه الصلاة والسلام الى شخصية مفارقة للزمان والمكان اذا اللا تاريخية لب عند اللي بيرجعوا للماضي وللتراث يدوروا على أنه هو الحل والحمى واللا تاريخيه هي ايضا الرابط عند آآ آآ اللي بينظروا الى الغرب على أنه هو يا اما الشيطان الاكبر يا اما هو الايه؟ النموذج والمثال اللي احنا هننقل عنه. في الحالتين حاله الاطلقه ديت بتفصله عن الزمان والمكان وهي منبعها اللا تاريخيه. وهكتفي بهذا القدر وفي الحلقه القادمه نتكلم على اللا تاريخيه ديت جايه منين؟ وسببها ايه وايه العوامل المؤثره ثقافيا فيها فنلتقي يوم الحد القادم الساعه الخامسه بتوقيت القاهره الحاديه عشر بتوقيت آه... نيويورك